بسم الله الرحمن الرحيم. الاخوه والاحبائي، اهلا بحضراتكم في فيديو جديد. في الفيديو اللي قدمته لحضراتكم بالامس اتعرضنا للجنان اللي في الافراح، العروسه اللي كانت بترقص استريبتيز. في هذا الفيديو هنتعرض للجنان اللي في مناسبه على النقيض تماما من الافراح، وهي المآتم. موقف حصل في احد العزاءات او احد المآتم، يعني عزاء. المفروض زي ما انا قلت لحضراتكم امبارح ان وفقا للتاريخ ان العزاء ده يعني عزكم الله وربنا يحفظنا جميعا من اي اخبار سيئه او اي امور سيئه، العزاء ده مناسبه حزينه بتلتقي فيها الناس عشان خاطر يعزوا في وفاه احد الاشخاص. فالمفروض ان هو مناسبه مش سعيده. شوف انا بتك على الكلام ازاي، لان في ناس راحوا بينا سواء في الافراح او في العزاءات او في المآتم، يعني الى يعني مستويات تانية من العبط، يعني مستويات تانية من العبط فعلا يعني. فالاصل ان العزاء زي ما قلت لحضراتكم عزكم الله، يعني ده مناسبه حزينه، مناسبه مش يعني مش سعيده يعني. والمفروض ان الناس اللي بتروح تعزي زي ما احنا بنروح نقضي الواجب كده، زي ما احنا بنحب دايما نقول ان احنا رايحين نقضي الواجب او نقضي واجب عند فلان او علان او كده، بنكون مثلا بنروح العزاء الناس كلها بيقرأ القرآن، الناس كلها بتبقى قاعدة في خشوع بتستمع إلى كلام المولى عز وجل، وبيتذكروا المتوفى أو الشخص اللي يعني انتهت حياته يعني، والمفروض ده يكون عبرة وعظة. فالإنسان بيبقى قاعد في المفروض في ملكوت تاني، إن هو قاعد في عزاء شخص كان يعني منذ يعني فترة بسيطة كان عايش وكان بيتعامل مع الناس وكان بني آدم زيه زي اللي قاعدين بالظبط، يعني كان عايش وبياكل وبيشرب ويتنفس وبيفرح وبيزعل وبيغضب وكل الكلام ده كله، والآن هو في عالم آخر والقرآن الكريم بيتلى. فكل الحاجات دي كلها المفروض بتدخل الإنسان في زاوية كده أو في مكان أو في أنبوبة كده يدخل فيها، ما يبقاش يعني في دماغه الدنيا ولا الكلام ده كله، ويبقى مركز إزاي إن حياته لما تنتهي تكون نهاية يعني صالحة ونهاية يعني المفروض انها تؤدي به الى الوصول الى الجنة اللي هي مبتغانا جميعا. انه يكون عمل شيء صالح في حياته، انه يكون انسان كويس مع الناس، ان الناس تذكره بالخير، حاجات من هذا القبيل يعني. ولكن زي ما شفنا العروسة بتاعت امبارح اللي هي بترقص ستريبتيز في تصرف يعني شاذ عن كل القواعد المتعرف عليها في الافراح، النهاردة هعرض لحضراتكم اللي حصل في عزاء، يعني عزاء معرفش يعني في احد الاماكن، والمفروض ان في قارئ اسمه محمود القزاز، ده يعني قارئ شهير يعني وما شاء الله صوته جميل وكل حاجة، اثناء ما كان بيتلو القرآن الكريم في هذا العزاء، واذا بهذا الشخص يقوم بالتصرف اللي هنشوفه دلوقتي. نشوف كده مع بعض ونرجع عشان خاطر نكمل الفيديو سريعا. شفنا مع بعض الفيديو وشفنا تصرف هذا الشخص، انا عاوز حضراتكم تحطوا لي عنوان لهذا التصرف. يعني المفروض ان ده راجل كبير ومكلف وعاقل. الراجل طالع عامل عقد فلوس، عقد فلوس زي اللي بترمي على الرقصات كده في الكباريهات والملاهي الليليه، وبيرميه على الشيخ اللي قاعد بيقرا قران. في اهانه واضحه للقران الكريم ولقارئ القران الكريم. الراجل قاعد بيقرا قران في عزاء يا جماعه، الراجل ده معلش مش مغني على مسرح في فرح، لو مغني الافراح ممكن يحصل فيها اي حاجه. ومقبول ان يحصل فيها في حدود طبعا، مقبول ان يحصل يعني لو واحد طلع مثلا عمل عقد فلوس ولبسه للمغني مش مشكله، يعني عادي يعني، او بتاع الدي جي وات ايفر اي مكان. هتعدي. ولكن العزاء يا جماعه ده مناسبه بتتعلق بوفاة إنسان، وفاة الإنسان دي هي الحقيقة الوحيدة المؤكدة في حياة الإنسان.
واللي المفروض الانسان بيروح، الشخص اللي رايح عشان يقضي واجب العزاء ده يبقى رايح في خشوع تام ويقعد يستمع الى القران ويعني يؤدي العزاء لاهل المتوفى، وبعد كده ياخد بعضه ويروح، والمفروض يكون ماشي وشايل في قلبه يعني عظه من اللي شافه ده، انه قاعد في عزاء واحد زي ما انا قلت في الجزء الاول من الفيديو، كان في يوم من الايام ممكن صاحبه او قريبه او قريب جدا منه كان عايش معاه وبياكل وبيشرب معاه وبيضحك معاه وبيخرج معاه، والان هو تحت التراب. ده الاصل، ده اللي المفروض يتعمل. ولكن الاخ ده فجأة قام زي ما شفناه كده كما لو كان يعني اصابه مس من الشيطان، وصوت عالي جدا يعني غير مبرر وغير مفهوم ومزعج جدا، و رايح يقدم عقد من الفلوس، يعني فلوس كتير، يعني هو عامل عقد كده من رزم كاملة وبيقدمها للشيخ محمود الأزاز وبيقول له ده عربون العزاء بتاعي. والله أنا ملاقي تفسير منطقي لتصرف هذا الشخص. الأخ ده طلع واتكلم على فكرة، ما هو بصوا زي ما أنا قلت قبل كده، نرجع تاني معلش أنا بربط كل فيديوهاتي ببعضها، وحرككوا ارجعوا لأي فيديوهات أنا اتكلمت عن الجزئية دي تلاقوا إن كلامي واحد، أنا بغيرش كلامي. الترند يا جماعة عشان يتصنع لازم يبقى من تصرف شاذ وغير طبيعي، يا تصرف عظيم قوي يا تصرف متدني قوي. أنا قلت قبل كده إن التصرفات العظيمة الكبيرة الهايلة دي محتاجة شغل كبير وشغل كتير وسنين طويلة عشان الإنسان يوصل لها، فإحنا بنختصر الطريق ونروح للترند من أسوأ طرقه اللي هو التصرفات الشاذة الغريبة المقرفة. هو كان قصده يعمل ترند ولا ما يعملش الله أعلم، ولكن أنا زي ما بقول لحضراتكم الترند بيتعمل من كده، تصرف شاذ. إلا الواحد يعمل تصرف طبيعي العادي بتاع الانسان اللي هو الطبيعي، تصرف الشخص الطبيعي مش هيطلع ترند، ولكن لما يعمل تصرف شاذ زي كده كل السبوت سلايد بتتسلط عليه، العيون كلها بتتسلط عليه، وبالتالي بيطلع ترند. ففجاه زي ما شفنا الراجل هب مذعور، وكان مجهز على فكره البتاع، يعني هو ما عادش يلضم الفلوس وهو قاعد، اكيد ده هو مجهزه من قبل كده. في كلام اتقال الله اعلم مدى صحته، وإن كان هذا الرجل نفسه نفاه، ولكن إيه اتقال الكلام ده؟ أنا بعرض لحضراتكم الفيديو أو بعمل الفيديو ده وبنتعرض للحلقة دي، يعني بنعمل الموضوع بنتعرض له من كل الجوانب وكل الكلام اللي اتقال فيه. في ناس قالت والعهد عليهم، أنا لا أؤكد كلامهم ولكن بنقل لحضراتكم إيه اللي اتقال، إن ده بترتيب من الشيخ محمود الأزاز نفسه اللي ظهر في الفيديو واللي المفروض صورته موجودة على الصورة المصغرة اللي حضراتكم شفتوها، ان ده بترتيب من الشيخ محمود الأزاز، يعني ده بالاتفاق مع الشخص ده انه يقوم يعمل القصة والفيلم الهابط ده. ولكن ناس نافت هذا الكلام برضو، والراجل ده طلع وقال ان الشيخ محمود بريء من هذا التصرف، وان انا عملت هذا التصرف من تلقاء نفسي من غير ما هو يقول لي عليه او اي حد يقول لي عليه. طيب يا راجل يا محترم، يا راجل يا عاقل، يا راجل يا كبرة، يا اللي المفروض قاعد في عزاء وقلت كمان ان انا عملت التصرف ده، انت طلعت وقلت في الفيديو زي ما حضرتك شفته ان انا بعمل كده ده عربون العزاء. لما طلع يبرر قال اصل صوته جميل فمن حلاوة صوته ألقيت عليه الفلوس، هو القرآن الكريم وقارئ القرآن الكريم بيتنقب بفلوس؟ يا راجل يا مسلم، يا راجل يا مسلم، يا راجل يا عاقل، يا راجل يا كبرة، راجل بيقرا القران الكريم، انت لو قلت لفظ استحسان اللي المفروض الناس بتبقى قاعده بتستمع الى القران عشان يتدبروه ويفهموه، القران بيتلى عشان خاطر نتدبره ونفهمه ونفهم معانيه ونفهم اللي ربنا عاوز يقوله لنا من خلاله. فالمفروض انت لما تلاقي حاجه جميله، احنا اعتدنا لما نشوف شيء جميل رائع الجمال وبارع الجمال نقول انه قول الله، نذكر لفظ الجلالة على ألسنتنا. ولكن أنت بدل ما تقول يا أخي عجبك صوت الشيخ قول الله، قول الله. وعلى فكرة ما بحبش برضك اللي بيقعدوا في الـ في الـ في, الـ في يعني سواء في عزاء أو في أي مناسبة دينية ويطلع مش عارف والله افتح عليكم، أنا ما بحبش الكلام ده، أضعف الإيمان. طب في قرآن، إذا قرأ القرآن فاستمعوا إليه وأنصتوا، فالمفروض احنا نسمع نقعد القرآن مفيش لكلمة توقف القرآن الكريم.
اقصى حاجه في سرك يا اخي كده اقول الله، يعني انت استمتع بالقران الكريم. ولكن اللي انت عملته ده في اهانه للقران الكريم، في اهانه للقارئ. طبعا احنا خلصنا فينا ان هو وفقا للكلام اللي اتقال، في ناس قالت ان هو كان بالاتفاق معاه، وفي ناس تانية قالوا لا، فدي مش قضيتنا خالص. ولكن انا دلوقتي بتكلم على واحد بيتلو القران الكريم في عزاء، يعني انت لا احترمت العزاء ولا احترمت اللي متوفى ولا اهله، ولا احترمت فوق كل دول كمان القران الكريم اللي بيتلى، ولا احترمت الشيخ اللي بيقراه. يا راجل في حد ينقط شيخ؟ يعني انت كده سويت الشيخ بالرقاصه؟ ما المفروض التنقيط والفلوس واللي يطلع يعمل كده واللي يعلق مش عارف ايه، ده شفناه مع المغنيين مع الرقصات مع الكلام ده كله، وقلنا خلاص دي ده متاع الدنيا، هم كلهم كده رايحين في سكه الدنيا. ولكن انت تمسك فلوس بتقيس، يعني انت كده بتحط الفلوس والقران الكريم في كفه والفلوس في كفه؟ هو الكلام اللي بيتقال ده يقدر بمال؟ وتقول ان ده عربون عزائي؟ يا راجل بدل ما تطلع الفلوس دي للفقراء والمحتاجين، لو كان انت واضح ان راجل ميسور، انت عامل عقد ما شاء الله فيجي مثلا يجي 200,000 جنيه ولا اكتر، يعني ما اعرفش قد ايه، يعني انا بقول رقم وخلاص. يعني رزم فلوس. يا راجل في ناس فقراء كتير، ده احنا الناس بتكح تراب في هذه الايام الصعبه. يا راجل عند ما اكثر الفقراء وما اكثر ربنا قايل لنا مصادر، هي دي الحاجه اللي تشتري بيها اخرتك. هتعمل ايه بواحد يجي يقرا لك قران في عزاك يا اخي؟ لو ما اتعملش عزا خالص هتدخل، لو جه قرا لك القران تدخل الجنه، ما قراهاش هتدخل جهنم. يا اخي اعملوا حاجه لوجه الله في الارض، يعني لو ما اتعملش، لو شالوك كده يعني كفنوك وحدفوك في التربه وخلاص، هل ده مش هي ده 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 يعني لو ما عملوش عزاء هتدخل النار، ولو عملوا عزاء وجابوا الشيخ محمود الازاز او غيره هتدخل الجنه؟ ولا عملك الصالح في الدنيا هو اللي هيدخلك الجنه وهينجيك من النار؟ يعني الفلوس اللي معاك دي لو كنت طلعتها لوجه الله، عملت بيها مثلا حاجه، صرفت بيها على يتامى، اديتها لحد محتاج، وزعتها على الناس، جبت بيها اكل وشرب للناس اللي مش لاقيه تاكل دلوقتي، عملت بيها كولدير ميه، اي حاجه يا اخي من مصادر الخير ومتنوعه. والزكاه معروف مصادرها، والناس اللي يستحقوا الزكاه كتير وما اكثرهم هذه الايام، يعني الفقراء تضاعفت اعدادهم. فالحاجه دي هي اللي تدخلك الجنه يا حبيبي، والله العظيم اللي الحاجه دي اللي انت بتعمل اعمال تتقرب بها الى المولى عز وجل ابتغاء الجنه. لا الشيخ محمود ولا غير الشيخ محمود ولا عزا ولا سرادق ولا الانوار ولا القران اللي بيتقري ولا الكلام ده كله هيدخلك الجنه. لو انت راجل يعني بترتكب معاصي او راجل بتعمل هبل وعبط زي كده، لو جابوا مشايخ مصر كلها يقروا في عزاك برضه مش هتدخلها، والعلم عند الله طبعا. انا بقولش كده يعني طبعا ما اللي يدخل الجنه والجنه والنار بيد الله، ولكن انا بتكلم من منطلق اللي ربنا قاله لنا، اعمل الحسنات في الدنيا تبتغي بها الآخرة وربنا سبحانه وتعالى، وتبتغي بها الجنة، وأكيد ربنا مش هيخيب ظنك لأن أنت اتبعت الكلام اللي ربنا قاله لك وعملت أشياء طيبة وحسنات كثيرة في الدنيا. ولكن إيه عربون عزايا ده؟ طب افرض خد الشيخ الفلوس وما جاش عزاك، أو رجع الفلوس وكان عنده ظرف وقال لك مش هقرا في عزاك، إيه الهبل اللي إحنا إيه العبط اللي الناس بقت فيه ده؟ إيه العبط ده؟ إيه عربون عزا ده؟ انت بتعمل عربون لما بعد وفاتك؟ يعني العربين والحاجات دي يا جماعة المفروض هي معاملات دنيوية بين الناس وبعضها. ادفع عربون فرح، عربون عربية، عربون شقة، مش عارف ايه الحاجات اللي هي الانسان بيحصل عليها في حياته. لكن سيادتك رايح تدفع عربون لما بعد موتك عشان واحد يجي يقرا لك قرآن؟ في هو لو قرا لك الشيخ محمود الأزاز القرآن يعني هو ده هيبقى ده القرآن بتاع ربنا؟ ولو شيخ تاني مش مشهور او بياخدش ألوف هيبقى القرآن بتاع حد تاني؟ فيعني التصرفات دي والناس دول فعلا زي ما انا قلت، يعني فعلا ربنا الحمد لله ربنا متكملنا بعقلنا وربنا يعافينا بعقولنا فعلا من التصرفات الغريبه دي. يعني ده واحد زي ما انا قلت اهان القرآن واهان العزاء واهان الميت واهان اهل الميت واهان كل شيء واهان الشيخ اللي بيقول كل حاجه. التصرف ده لا يحدث الا في الكاميرات، ما شفناش في وقت من الاوقات. انت لو قلت الله ده اكبر 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 جايزه ياخدها الشيخ، ولكن تروح ترمي عليه القران؟ ده انت حطيت ده انت مسكت القران يا راجل والشيخ والدين كله يا راجل حطيته في اقولي بس
حد يروح يفهم الراجل ده، لانه محتاج تقريبا ان هو يعني يعاد تربيته من اول وجديد، ان ابتدى يعني العقد بتاع الفلوس ده بيتعملش الا في الكباريهات والملاهي الليليه والخمرات والبلاوي الزرقاء دي، بيعملوه بيحطوه على رقبه الرقاصه. ده ايه الجنان اللي الناس بقت فيه ده؟ ده ايه الجنان ده؟ يعني لا احترمت العزاء ولا احترمت المناسبه ولا احترمت لو تقول عربون عزاء، عربون عزائي وبتاع، ايه حاجه اسمها عربون عزائي؟ فيعني للاسف شديد يعني طبعا التصرفات دي تصرفات فرديه طبعا انا مع حضراتكم، ولكن فعلا لازم نرد عليها، لان فعلا يعني انا ما اعرفش ازاي واحد في سن الراجل ده، وحضراتكم شفتوه راجل كبير راجل مكلف ويعمل حاجه زي كده، ازاي يعني انت كان دماغك دي فين ولا مخك فين ولا عقلك فين يعني؟ يعني ازاي انت ما وصلتش لمرحله يعني ازاي اصلا جالك قلب البدايه تقعد تجهز عنقود الفلوس ده، ويجي لك دماغ اللي انت في وسط الناس والناس قاعده بتستمع للقران فجاه تقوم زي المزعور كده، ده انت راكبك عفريت وترمي عليه الفلوس وتقول له ده عربون عزايا، في تصرف يعني منحط، تصرف منحط، اهنت بيه القران الكريم. سيبك من اي حاجه تانية كمان، القران الكريم اهين على ايدك يا اخي، وبعد كده عاوز يجي يحضر عزاك، خليه يبقى يجي رايك في عزاك اما نشوف هتدخل الجنه ولا النار. فيعني ربنا يكمل الناس بعقلها والله، وربنا يرحمنا والله فعلا من التصرفات الشاذه دي، لان فعلا في ناس كتير جدا بتعمل حاجات غريبه وحاجات مريبه. ولو ده واحد عنده يعني انا طبعا ما اعرفوش طبعا، وما اعرفش نظامه ايه ولا حياته ايه ولا دماغه ايه ولا تعليمه ايه ولا طبعا الايمان ده بينه وبين ربنا، ولكن واحد زي ده زي ما انا قلت بدل ما يتصدق بالمال ويحطه في المصارف الشرعيه ولا يديه ما اكثر اليتامى وما اكثر المحتاجين وما اكثر اطفال الشوارع اللي بيناموا في الحر وفي البرد برمين على الرصفه، بدل ما يروح يوزع الفلوس دي على الناس، ده انت كده يا راجل تاخد حسنات الدنيا والاخره وتضمن الجنه، وطبعا الضامن هو الله سبحانه وتعالى، ولكن تعمل معاك فلوس قد كده تروح ترميها على الشيخ تقول ده عربون عزائي؟ يا اخي والله العظيم يعني اقولي بس يا الله، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب، والله العظيم. عايز حضراتكم تقول لي ايه رايكم في هذا التصرف، وايه رايكم في اللي انا قلته ده انا عرضت وجهه نظري، هذا الرجل مخطئ خطا يعني مكتمل الاركان، واللي عمله فيه اهانه للقران واهانه لكل شيء بعد كده، زي ما قلت المتوفى واهله والشيخ وكله وكله وكله، ولكن القران في المقام الاول، وان كانت الفلوس دي يجب لو كان عايز هو يبتغي مرضات ربنا، وان عمل بدل ما يتعمل عزا، اصل في ناس غاويين مظهريه، عزا وكراسي ومباخر ومش عارف ايه والكلام ده كله، ويكون هو ما عملش عمل صالح واحد في حياته، فاكرين ان هو كده خلاص رايح الجنه بقى. ولكن اللي بيودي الانسان الجنه او اللي بيدخل الانسان الجنه هو عمله، هو عمله ومش عمله برضك، عشان برضك ما بقاش عشان 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 ما بقاش مخطئ في الكلام، ولكن العمل ياتي بعد رحمه الله سبحانه وتعالى. لما سالوا الرسول الكريم عليه الصلاه والسلام على اسباب دخول الجنه، فقال لا يدخل احد الجنه الا برحمه الله. قالوا له حتى انت يا رسول الله؟ قال لهم حتى انا الى ان يتغمدني الله برحمته. فالانسان هيدخل الجنه برحمه ربنا اولا، وبعد كده عمله ربنا سبحانه وتعالى يتقبل هذا العمل، لكن في الاول يدخل برحمه ربنا. ولكن احنا بنعمل اعمال تقربنا من المولى عز وجل. فالانسان اللي يقدر يعمله في الدنيا انه يعمل اعمال صالحه واعمال كويسه، يتصدق ويؤتي الزكاه، يؤدي الزكاه والكلام ده كله، ماشي؟ وبعد كده بيطلب ان الاعمال دي تؤدي به الى ان ربنا يرحمه او تنزل على رحمه ربنا فيدخل بها الجنه. فيعني اتمنى حضراتكم تقولوا رايكم ايه، معلش انا اطلت في هذه الجزئيه عشان بس اوضح وجهه نظري، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.